مع حلول الدقيقة 47 ضاعف لسانا ديارا النتيجة بهدف ثان قبل أن يعز ميتشي باتشواي النتيجة بهدف ثالث مع الدقيقة 56. وفي الدقيقة 63 أضاف لوكاس أوكامبوس الهدف الرابع، ومع الدقيقة 88 أحرز روما أليساندريني الهدف الخامس لمارسيليا قبل أن يختتم ميتشي باتشواي النتيجة بسداسية في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.